خير يا هبة، وهارد لك للأهلي ومبروك للزمالك. صباح النور عليك يا داليا، وصباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام. كلنا تابعنا بالأمس مباراة القمة رقم 116. ناس كتير كانت متوقعة أن الأهلي حسب طبعا تصدره في الدوري بفارق كبير من النقاط عن فريق نادي الزمالك وحسمه الدوري من أسابيع كتيرة جدا، أنه اللقاء بالنسبة له يبقى يعني زي ما بنقول كده a piece of cake، وأن هو يبقى نازل بيخلص المباراة على طول. ولكن ما حدث على أرض الواقع كان مغير. أعتقد أنه كابتن خالد جلال نجح في هذا الاختبار، رغم أنه هو مدير فني مؤقت للقلعة البيضاء، ولكن لازم نوجه له كل التحية أنه هو قدر أنه هو يغير في الخطط داخل الملعب. نادي الزمالك قدر أنه هو يفوز على القلعة الحمراء بالأمس 2-1. كابونغو كاتونغو كان البادء بالتسجيل في الدقيقة 6، وأيمن حفني أضاف الهدف الثاني لفريق نادي الزمالك في الدقيقة 21. وأعتقد أنه الهدف اللي جه في الدقيقة 6 هو كان له مفعول السحر في المباراة، لأنه أحدث ارتباك في صفوف النادي الأهلي، وهو ده اللي خلاه زي ما احنا بنقول كعبه عالي على الفريق على مدار شوطي المباراة. صحيح النادي الأهلي قدر ان هو يضيف هدف بالنسبة له أو يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ولكن الهدف ده ما قدرش ان هو يعيده للمباراة مرة أخرى. ولكن بغض النظر بقى عن نتيجة المباراة، لازم نتوقف عند الأحداث على مدار 90 دقيقة، فيهم 5 دقائق وقت إضافي في الشوط الأول والتاني 5 آخرين، وقت محتسب بدلا من الضائع. التعامل مع المباراة، الزملاء مع بعضهم في الملعب كمنافسين، وأيضا مع الحكم، لازم نتوقف عند النقطة دي، لأنه إحنا بصراحة حسينا أن هم بيشتتونا إحنا كجماهير. ده أول حاجة، ما ساعدوش الحكم أن هو يعني يكون في أجواء مثالية في اللقاء. لما بنقول ان في حكم مصري بيحكم مباراة القمة، ودي حاجة منتظرة بالنسبة للحكام المصريين، وفرصة انه مفيش ضغوط جماهيرية عليه. يعني احنا كنا منتظرين انه شكل المباراة داخل الملعب يبقى الطف من كده بكتير، ولكن احنا ما لقيناش ده داخل المباراة. كان الشد والجذب والخشونة بين اللاعبين كتير قوي، كان الاعتراضات بشكل كبير جدا على التحكيم و ليست بالشكل اللائق. خلينا نتوقف عند النقطة دي، وأنا برضو بقول لحضراتكم إحنا إن شاء الله هيكون عندنا فقرة رياضية تابعوها في نهاية الحلقة، هيكون ضيفنا فيها كابتن أسامة حسن نجم الأهلي والزمالك، هيتكلم عن المباراة، تحليله للقاء، الخطط الفنية الكابتن حسام البدري اللي توجه له لوم كبير قوي امبارح على الدفع بنثبت من بداية المباراة، ولكن دي وجهة نظر فنية. وأيضا على الناحية التانية كابتن خالد جلال، لازم نحيي طبعا جنش امبارح، ولكن هنتكلم على كل التفاصيل في فقرتنا الرياضية. هارد لك للأهلوية، مبروك لنادي الزمالك، جماهير وعشاق ومجلس إدارته، لأن دي بتعتبر بطولة خاصة. ولكن السؤال القائم واللي هنسأله برضو في فقرتنا، هل يستطيع كابتن خالد جلال أنه يقود زمام الفريق في المرحلة القادمة ويستبعد موضوع التعاقد مع جروس؟ ده اللي هنطرحه النهاردة في فقرتنا، تابعونا. هبتدي مع حضراتكم بأهم وآخر الأخبار على مدار 24 ساعة ماضية، وما زالت الطوارئ قائمة لدى الحكومة والمحافظات والجهات المعنية لمواجهة الآثار السلبية للطقس السيء اللي ضرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية والسيول اللي ألمت بعدد من المناطق. في هذا الإطار، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة وجهها للمواطنين عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك: أتفهم تماما حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين. وأضاف سيادة الرئيس: أؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى. برضو في نفس السياق، يعني رئاسة الوزراء بتعتذر للمواطنين عن